أهلا بكم إلى كلام بيروت. التفاؤل الذي عبر عنه رئيس المكلف سعد الحريري بعد لقائه أمس رئيس الجمهورية العماد عون تصدر صحف بيروت التي تناولته من عدة زوايا وفق المعلومات المتوافرة في شأن ولادة الحكومة العتيدة. وبموازاة ذلك أبرزت الصحف المخاطر المتأتية من التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان ومغزى التطورات السياسية الجديدة في العراق. وبانتظار أن يصل ضيفي إلى الاستوديو سأبدأ بقراءة ما جاء في الصحف، ويرافقني في هذه القراءة النائب السابق الدكتور عمار خوري. صباح الخير دكتور خوري. صباح الخير مدام رولا، لك وللمستمع للمشاهدين الكرام، بس رجاء تحسين الصوت، الصوت ضعيف شوي. ايه اوكي، ما بعرف اذا في قدامك تلفزيون، بس اليوم كاريكاتير ارمى حمصي بالنهار تحت عنوان الحريري ببعبده رسم الرئيس الحريري عم يكتب على الحيط كلمه تفاؤل ولكن الاحرف سوداء والمدخنة عم بيخرج منها دخان اسود، كما انه تعابير وجه الرئيس الحريري منا كتير يعني متفائلة. إذا بدي أقول شو الجو عندك هذا الصباح دكتور خوري؟ أولا اللي قاله امبارح الرئيس الحريري من بعبدة طبعا يعني يعكس شيء من التفاؤل في هذه المرحلة. وكلنا بنعرف الرئيس الحريري ولا لحظة من اللحظات رغم كل التعقيدات أظهر أي مظهر من مظاهر التشاؤم. نعم. عم بيقوم بواجب وطني، واجبه هو بشق طريق الأمل، طريق الوصول إلى غد أفضل. ولكن بالمقابل هلأ منذ تكليف الرئيس الحريري بعد الانتخابات النيابية الأخيرة نلاقي الرئيس الحريري قدم الكثير الكثير من التسهيلات، وما بدي استعمل كلمة التنازلات، ولكن قدم الكثير من مطالب الكتل النيابية، بعضها استمر بشيء من التصلب غير المبرر وغير المنطقي. نعم. يعني لما بنيجي بنشوف الرئيس الحريري من على باب المحكمة الدولية حكي عن الحقيقة والعدالة وتغليب الاستقرار، رجل عم يحكي بهذا المنطق، منطق الاستقرار، بنشوف البعض واجهه بمنطق كيدي، بمنطق تجريحي، بمنطق يكاد يكون ابتزازي، يعني التناتش والتمسك بحقائب معينة أو بعدد معين من الحقائب. نعم. أو وكأنه يعني الحكومة هي فقط لهذا الفريق أو لفريق حزبي أو فريق أو لمنطقة معينة، هذا كلام مرفوض. برغم هذا الرئيس حريري يتسلح بطولة البال وبالصبر وبتغليب المصلحة الوطنية والإصرار على أنه بالآخر بدنا نوصل، بدنا ناكل عنب وبدنا نوصل لحل، وكلنا شايفين الوضع الاقتصادي وشايفين المخاطر اللي عم تحيط فينا وشايفين كيف لهلا الله مسلم بلدنا رغم كل المخاطر اللي محيطه فينا. فمن باب اولى نحن نشوف مصلحتنا. نعم. عم نسمع السفراء شو عم بيقولوا، عم نسمع المجتمع الدولي شو عم بيحكي، ربما هو عم بيشوف مصلحتنا او يعني مقتنع لازم نغلب المصلحه اكثر من بعض اللبنانيين. نعم. بعتقد هذه يعني مسحة التفاؤل اللي أعطاها الرئيس الحريري بالأمس بإذن الله تستكمل. وطبعا كنا اليوم حنسمعه بمقابلته المسائية. نعم. مع مارسيل عشية. نعم. ونأمل أن يكون خيرا، يعني لأنه الجو اليوم دكتور حوري رغم التفاؤل يلي دايما الرئيس الحريري عنده حرص يبدي، الجو يميل أكثر إلى التشاؤم على اعتبار أنه لم يطرق أي شيء باستثناء البعض يلي ربط الانفراج المحتمل هنا بالتطورات السياسية بالعراق، هل هنالك ربط ما بهذا السياق؟ أنا بقول لو أراد يعني كل الفرقاء السياسيين أن يحلوا هذه العقدة، عقدة التشكيل الحكومي تنحل بخمس دقائق. نعم. خمس دقائق ممكن تنحل، منها مستحيلة أبدا، ولكن إصرار البعض على يعني هذا انتزاع مقعد او مكسب او نوعيه. نعم. حقيبه معينه، لازم الجميع يصدق انه المرحله ما بقى تحمل. عم نسمع صرخات اطراف الانتاج، شركاء الانتاج. نعم. سواء من يعني هيئات اقتصاديه او من اتحاد عمالي. نعم. عم نسمع معاناه الناس، عم نشوف حجم الازمه اللي البلد عم بيعيشها، وانا واثق انه لحظه تشكيل الحكومه في امور كثير ستتغير ايجابا، في امور. نعم. كثير ستتحسن. فالقضية بدها أولا وقف الضمير
ثانيا بدها تغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى. وأنا واثق أنه الرئيس الحريري حتى الآن نجح بحلحلة بعض العقد، وبإذن الله يستكمل حلحلة العقد الباقية. الأخبار قالت اليوم أنه مبارح الرئيس عون قال له للرئيس الحريري ما فينا نضل هيك، وقالت أنه إذا صار تقدم، إذا كان صحيح يعني الحكي عن تقدم، ففي كتير عناصر من الحل ما تزال ناقصة، بدءا من تمثيل سنة 8 أذار. يعني رجع الحديث اليوم بالصحف لتمثيل سنة 8 أذار. هلا أول موضوع ما فينا نضل هيك، أكيد كلنا مجمعين أنه ما فينا نضل هيك، وأكيد لابد من الوصول إلى حل. وبنفس الوقت موضوع حلحلة هالعقد، الرئيس الحريري قام برأيي أنا بأقصى الممكن، بأقصى الممكن. الآخرين مطالبين، رئيس الجمهورية مطالب، القوى السياسية كلها مطالبة بالمساعدة على هذه الحلحلة. يعني نعم. فينا نقول فقط المطالب فيه رئيس الحريري. رئيس الحريري المقاعد اللي هي متاحة للكتلة تاعته كلنا بنعرف يعني عاطي حاله أقل بكثير من حقه ربما، أو من حق الكتلة. نعم. برغم هذا عم بيقوم بكل الجهود الضرورية لهذه الحلحلة، ولكن كل الآخرين بلا استثناء مطالبين بيحطوا إيدهم إيجابا بالمساعدة على هذا الحل، مش الاكتفاء بالطلب من الرئيس الحريري فقط. أيضا نفس الصحيفة بتقول اليوم دكتور حوري أنه كل هاللي عم يصير منه تناتش على حصة أو على حقيبة، بقدر ما هو تأسيس للمرحلة المقبلة بتثبيت حصة كل فريق سياسي داخل النظام بما يمثل من تحالفات خارجية، يعني وكأن إرساء صورة جديدة للنظام. كلنا بنعرف أنه تركيبة لبنان عصية على الاستئثار، برغم احيانا بصير شويه فائض قوي عند فريق بحب يجرب يمارسها، بس ما في شيء بيستمر كما هو. وانا دائما بكرر اللي قاله رئيس شهيد رفيق الحريري، ما حدا اكبر من بلده، وهي كل يوم لازم نتذكرها. يعني كل حدا بيكبر راسه شوي وبحس انه عنده فائض قوي وبيقدر يعني ياخذ حصه وطابشي شوي اكثر، يتذكر فعلا انه ما في حدا اكبر من بلده. نعم. بالتالي البلد هو الاساس والمصلحه الوطنيه هي الاساس، ولازم تغليب هذه المصلحة الوطنية. بعدين اليوم البعض اللي عم يربط يعني الشأن التشكيل الحكومي بالتوازنات برا، ما هي التوازنات برا متغيرة زئبقية. يعني ياما منشوف أول يوم وضع معين إقليمي، ثاني يوم بنلاقي تغيرت، وشايفين نحن الأمور رايحة لتسويات في المنطقة. نعم. فإحنا ما إلنا مصلحة ننتظر هالشظايا برا إذا بيوصلنا شيء منها ولا لا، لازم نحصن بلدنا تحصين، نكون واثقين انه ما يصيبنا من هالشظايا اللي برا، ونغلب مصلحتنا الوطنية. اليوم مثل ما قلنا قبل شوي ما بدي كرر، ولكن الوضع الاقتصادي اللي موجود شايفين، نشوف كل المؤشرات، الأسهم، كل المؤشرات الاقتصادية كل يوم أسوأ من اللي قبله. طيب لإمتى؟ لبعدين؟ يعني شو ناطرين لسه؟ ناطرين منشان نوعية حقيبة معينة هون أو نوعية حقيبة معينة هنيك؟ هذا الكلام ما بيجوز يستمر. وأنا واثق بإذن الله التفاؤل اللي أظهره الرئيس الحريري سيكون في مكانه، ونصل إلى يعني النهايات السعيدة في القريب إن شاء الله. شكرا لك دكتور عمار حوري. شكرا. النائب السابق، نعرف عندك انشغال معين، كنا حابين أكثر نسألك عن قراءتك للعناوين الأخرى. شكرا جزيلا. شكرا. لك شكرا. إذن صار الوقت مع الحريري اليوم وأجواء بعبدة إيجابية. هذه هي اليوم ماشات جريدة المستقبل يلي قالت أن الأنظار السياسية والإعلامية تتجه لرصد مضامين إطلالة الرئيس المكلف وما ستحمله من مواقف، لا سيما في ملف تأليف الحكومة العتيدة، خصوصا بعدما بدأ أمس من بوادر انفراجات بمعضلة الحصص والأحجام التي حالت دون ولادة التشكيلة الائتلافية حتى الساعة، سيما وأن هذه البوادر أتت مصحوبة بأجواء رئاسية إيجابية تقاطع في بثها كل من الرؤساء الثلاثة ربطا بنتائج لقاء قصر بعبدة بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف. نفس الفكرة أكملها اليوم، يبدو أنه الاتصال مع الضيف التالي انقطع، إذا نفس الفكرة أكملها اليوم يوسف دياب
في جريدة الشرق الأوسط، حيث قال إن معظم هذه الأفكار تتضمن إجابات على التحفظات التي وضعها رئيس الجمهورية على الصيغة السابقة، وهذا لا يعني أن الحكومة ستشكل الآن، ولكن بالتأكيد تكون مناخ جديد يشكل أرضية لبحث جدي في تشكيلة الحكومة. وإذا ترجمت هذه الأجواء الإيجابية قد تبصر الحكومة النور خلال أيام أو أسبوعين على أبعد تقدير. أما جريدة لوريون لجور فوضعت المسألة بين حدي الأمل اللي تبخر كما قالت وبصيص النور في نهاية النفق، واعتبرت بنهاية المطاف أن الحكومة الجاري تشكيلها يعتمد عليها نجاح عهد الرئيس عون أو فشله. إذن هذه هي افتتاحية لوريون لجور. أما تراز الأسيس صعب في جريدة الشرق فكتبت عن لقاء التفاؤل كثيرا والذي قد لا ينتهي بالتشكيل سريعا، ونقلت عن مصادر مواكبة لاتصالات تشكيل الحكومة أن المؤشرات المحلية والداخلية لا توحي بقرب التشكيلة، وقالت ليس هنالك من مؤشرات موضوعية محلية لولادة الحكومة، إنما بسبب الربط بين الساحات في المنطقة هناك من يقول إن الانفراج على الساحة العراقية يمكن أن يترجم أيضا انفراج بمكان آخر. نصل إلى افتتاحية جريدة النهار التي أيضا بدورها اعتبرت أن المعطيات المحلية والحازمة والمأمولة لدفع عملية التأليف لم يخرج دخانها لا الأبيض ولا الرمادي من مدخنة القصر. وإذا تقصد الرئيس الحريري إبداء تفاؤله فقد فسر المطلعون هذا الأمر بأنه رد مباشر على موجات التشكيك والتيئيس، علما أنه لم يتعمد ذلك من فراغ بل هو في صدد تحريك عملية التأليف فعلا واستعجال المشاورات والاتصالات سعيا إلى اختراق قريب. وقد نفت المصادر أن يكون عون والحريري تترقى إلى الأسماء المرشحة للتوزير، لكنهما تبادلا الرأي في صيغ وصيغ بديلة أو معدلة، بمعنى أن الملف الحكومي ليس مقفلا لا بل إن هناك إمكانا للحلحلة. ولم تكشف مضمون الصيغ البديلة، مكتفية بالتأكيد أن هناك تصورا يجري العمل على بلورته على الأرض. إذن ونصل لجريدة الأخبار التي قالت إن عون حث الحريري على الإسراع في التأليف وقال له ما فينا نضل هيك. أستاذ خالد دهر صباح الخير. صباح الخير واعتذر على الحمد لله على السلامة. أكيد في يمكن زحمة السير المعتادة مع بداية المدارس. رئيس عون قال له للرئيس الحريري ما فينا نضل هيك والبلد كله ما في ضل هيك، وبعدين والناس كلها ناطرة تشكيل الحكومة وتنتظر من تشكيل الحكومة الخير للبلد. لكن الحقيقة أنه كل جرعات التفاؤل والكلام الحقيقة لا يزال يصطدم بتشبث بعض الأفرقاء بمطالبهم غير الطبيعية. والحقيقة أنا بدي يعني يكون صريح كما هي العادي، نعم، أنه التسوية الرئاسية اللي حصلت بانتخاب الرئيس ميشيل عون اقتضت في ذلك الوقت التضحية والإقدام، سواء من الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل او القوات اللبنانيه او النواب حتى في 14 اذار. اعتقد انه من الحكم الان ومن مصلحه البلد ككل ومن مصلحه حتى فخامه الرئيس، لانه في عهده تجري الان يعني الاجواء تشكيل الحكومه وغيرها، اعتقد انه ما جرى سابقا من تضحية وإقدام ومساهمة رد
الجميل في هذا الموضوع ليس للأشخاص وإنما لمصلحة البلد. يعني أعتقد أنه يفترض أن تزلل العقد من أمام دولة الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، وأن لا تبقى هذه النزعة التي فيها نوع من محاولة انتقاص من صلاحيات رئيس الحكومة ومن دور رئيس الحكومة، وهذا بالحقيقة هو ضد مصلحة البلد. وكأنك يعني عم تضع المسؤولية على رئيس الجمهورية بعرقلة تشكيل الحكومة. أنا يعني لازلت متمسك بهذه التسوية وأنها كانت مناسبة وضرورية في ذلك الوقت، لأنه الرئيس فخامة الرئيس ميشيل عون يمثل أكبر كتلة مسيحية، وكان واجب علينا أن نساهم في عدم وجود الاحتقان المسيحي عندما يتم سلب هذه الفئة حقها في التمثيل. كان الموقف القوات اللبنانية موازي ومع الرئيس الحريري كتلة المستقبل، أعتقد أنه الآن مطلوب من التيار الوطني الحر، ليس فخامة الرئيس بشكل مباشر وإنما من رئيس التيار الوطني الحر، والتيار الوطني الحر أن ما عم بتميزه عن الرئيس بس طبيعي، يعني هو هن موقفين أم موقف مثل يعني توزيع أدوار؟ أنا أعتقد أنه دور رئيس الجمهورية هو معروف، هو حامي الدستور، هو الحكم، هو يعني هو دوره هيك بس عم يلعبوا اليوم على أرض الواقع. لابد من التفريق في هذا الموضوع، وهذه مسؤولية كبرى يتحملها فخامة الرئيس الذي معروف عنه الإقدام في كثير من المواقف سواء كنا يعني نوافق عليها أو لا نوافق عليها. نعم. الآن مطلوب بصريح العبارة أن لا نسمح لبعض الرؤوس الحامية، وأنا يعني هنا أركز على قضية أن هناك من هم في صفوف التيار الحر، ولكن بصراحة ما بدي أسمي بعض الأسماء اللي عندها دور في نوع من التحدي ونوع من الإساءة لرئيس الحكومة وللبلد وللتوازنات. عندها دور أو هيك أصول اللعبة؟ لا، من أصول اللعبة الذي يجري، لأنه سمعنا بعض الأفرقاء حتى مثلا وزير العدل لمن بيطرح طروحات غير دستورية. نعم. ما قادر حكى عنه، حسمي أنا يعني الأمور بأسماء. لما بيكون وزير العدل سليم جريصاطي في هذا الإطار بمحاولات يعني الزجزجة على الرئيس الحكومي وعلى صلاحياته واجتهادات غير دستورية في هذا المجال، لا بعتقد أنه هذا الموضوع يجب أن يعني يتم إمساكه. نعم. وعدم الإصرار فيه. بأي حال يعني اليوم كنت عم بسأل دكتور حوري في أجواء في جو مثلا عكسته جريدة الأخبار أنه كل اللي عم يصير منه تناتش على حقائب وحصص بقدر ما هو تثبيت حصة كل مكون في البلد بالنظام بالمرحلة المقبلة، يعني أبعد من أنه هالحقيقة. نعم. أو تلك أنه أصلا ما في مصاري بالوزارات. أنا حكون كمان للآخر، أنا أحذر من يعني من محاولات انقلاب على النظام وتكريس أعراف فوق الدستور. يعني بصريح العبارة لو كانت القضية قضية وزارات معينة. نعم. يعني بصراحة مثل ما عمل سابقا حزب الله وزر الوزير فيصل كرامي من حصته، لكن الآن هي قضية تتعلق بصراحة داخليا مرتبطة خارجيا، يعني محاولة للهيمنة على السلطة في لبنان، وهذا الأمر مرتبط بما يجري في المنطقة. يعني بصريح العبارة الإيرانيين محشورين في العراق، ما انحشروا في سوريا 80 كيلومتر بعيد عن الحدود مع فلسطين المحتله، ما بقى عندهم غير لبنان، ما بقى في غير لبنان لي يعني يجمعوا خسارتهم في هذا البلد. طيب فاذا شو اللي بده يخليهم يسهلوا الامور؟ بالعكس، من هنا يعني انا كان لي تصريح اول فتره انه اذا كان في التزام بالدستور نعم ستشكل الحكومه باسرع وقت، وإذا كان هنالك محاولة للقفز فوق الدستور لا، ستكون القضية طويلة، وهذا ما أحذر منه أنا الآن. خلينا بالرغم من كل جرعات التفاؤل والكلام الذي يعني يتم التوجه به إلى اللبنانيين. خلينا ناخذ أول فاصل معك ونعود لمتابعة هذه الحلقة بعد الفاصل.
نعود لمتابعة الحلقة مع ضيفنا النائب السابق زيز خالد ظاهر. قبل ما نكمل معك المداخلة خلينا نطلع من النائب دكتور ميشيل موسى على أجواء كمان كتلة التنمية والتحرير، وشو سر بصيص هالنور يلي شافه رئيس بري مبارح بنهاية النفق. دكتور موسى صباح الخير. صباح النور. عم تشوف كمان بصيص نور بنهاية النفق مثل رئيس بري؟ إن شاء الله، بس أنه يعني رئيس بري ما كان جازم بهالموضوع، عم بيقول أنه إن شاء الله أنه باللقاءات واللقاء المبارح يعني أنه كان يطلع يعني شيء دخان أبيض، لكن ما حدا اليوم عم بي، وحتى رئيس بري يعني ما كان جازم بهذا الموضوع، كان أكثر تمني وحث يعني من أجل الإسراع في التقليل. اليوم في عدة يعني عم تنعطى عدة أسباب وراء التأخير حتى الآن، منها ما ربط بين الانفراج السياسي بالعراق وأنه رح يلي انفراج ببيروت، والبعض قال العكس. تميل إلى أي رأي بهذا السياق؟ لا، ما حدا يعني قادر يميل لرأي معين، لأنه عمليا من فترة طويلة عم يربط بين هالمواضيع، كون موضوعين مهمين بمنطقة واحدة ويعني ووضعية الصراع السياسي فيهم تتشابه يعني بكل المنطقة حقيقة من خلال النفوذ الإقليمي في المنطقة. نعم. فاللي عم ينقل انه بركي يعني هذه التجربه اللي صارت بسلاسه بالعراق يعني بعد كل التشنج السياسي اللي مر في العراق بالفتره الماضيه، لعلها تؤثر وتخلق يعني اجواء اضافيه تفاؤليه اضافيه، لكن ما حدا اليوم قادر يعني يجزم او يقول انه شو هو الارجح بهالموضوع. هلا في تاثيرات لبنان بالوضع الاقليمي، اكيد في تاثيرات هلا. نعم. بدون ما يكون في دخول مباشر، لكن في تاثيرات. تاثيرات طبعا، في تاثيرات، وعلى اللبنانيين هون انه كمان يعرفوا يستفيدوا من الظروف، يعني بكل الاحوال تبدا الامور عند اللبنانيين بالاستفاده من 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 الظروف ومن تحصين يعني وضعيته الوطنيه من خلال تاليف حكومه، وهن عليهم انه اقناع حتى من يدعمهم او من يرتبطوا فيه بالسياسه باماكن مختلفه بصوابيه رايهم. اخيرا، التهديدات الاسرائيليه تتوالى فصولا جديدا. امبارح رسائل واتساب عم توصل على هواتف لبنانيين تحذرهم من انه يبقوا بقرب اماكن ادعت اسرائيل انه فيها صواريخ او ترسانه لحزب الله. يعني شو العمل ازاء هذا الموضوع؟ واليوم النائب سامي الجميل عاد واكد ان المشكله بالاساس هي بالموضوع السيادي وامره السلاح داخل الدوله بيد من تكون. يعني هالموضوع انطرح وبينطرح دائما، لكن ونقال انه في يعني يجب ان يكون هناك استراتيجيه دفاعيه، والكل موافق ان يكون في استراتيجيه دفاعيه. هلا ما انجز هذا الموضوع حتى اليوم، لكن في واقع حال اليوم بس تجاه تهديدات اسرائيليه ايا تكن مبرراتها ومصدرها، انا بأثر يعني الكل اللبنانيين اليوم على مختلف انتماءاتهم السياسيه بده يكونوا وقفه واحده بمواجهه هذه التهديدات، اللي انا بشوفها تهديدات هي لتعطيل يعني بعض الامور في لبنان ولارباك الساحه اللبنانيه بالداخل والتاثير على الوضع العام يعني في البلاد، لكن ما بقدر انه هذه التهديدات قد يعني تتخطى هذا الموضوع الى امور اخرى. نعم. لانه اللبنانيين متوحدين في هذا الموضوع، ولانه في صعوبه انه يعني اسرائيل تقدر يعني ما عاد عندها قدره استسهال القيام بحروب كبيرة وصغيرة على لبنان لسبب أو بدون سبب. شكرا لك دكتور ميشيل موسى، عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية، وعلى أمل أنه تكون كمان ضيفنا بالمرحلة المقبلة بالاستوديو. أستاذ خالد، رح أرجع معك للموضوع التهديدات الإسرائيلية، بس بدي أبقى بالموضوع الحكومي. أيضا من المعطيات أنه الانفراج إذا حصل بيبقى ناقصه كتير من عناصر الحل، وذلك بدءا من تمثيل سنة 8 أدار. لنا زمان ما سمعنا أي شيء حول هالموضوع، كيف بتفسر اليوم العودة للحديث عن تمثيل سنة 8 أدار؟ الكلام عن سنة 8 أدار، أول شيء هذا جزء من البروباغندا والضغط على رئيس الحكومة وزرع العقد في وجه تشكيل الحكومة. يعني سنة 8 أذار، مين سنة 8 أذار؟ خلينا نفصله. في 10 بمجلس النواب. 10 أول شيء الرئيس مئاتي وكتلته هن 4 نواب، فيهن 2 مسيحيين، فيهن علوي وهو سني. ليس في من هؤلاء العشرة. النائب مخزومي ليس من هؤلاء العشرة.
النائب أسامة سعد ليس من هؤلاء العشرة، ليسوا هؤلاء أجزاء من كتل، يعني منهم من هو في كتلة الرئيس بري، ومنهم من هو في كتلة الوزير الفرنجي، منهم من هو في كتلة في 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 كتلة حزب الله. طيب شو المطلوب؟ طب انا بدي هون اذكر بالمقابل انه في اكثر من 13 نائب مسيحي ليسوا لا في القوات ولا في تيار الوطن الحر. هم في اثنين بكتلة الرئيس مئاتي، في ثلاثة كتائب، في ثلاثة قوميين، في اثنين عند الرئيس بري، في ايضا غيرهم من النواب. يعني لماذا نفتح العقد ونضعها امام تشكيل الحكومي بدل ان يكون الهدف تشكيل الحكومي وحل مشاكل لبنان الخطيره؟ ليست امورا بسيطه، مش لحشر سعد الحريري. يعني انا بدي اقول التالي، حزب الله ويتماهى معه التيار الوطني الحر الآن، وأنا كنت أتمنى وهذا ما كنا نسعى إليه، وأعتقد أن التسوية الرئاسية كانت على أساس أن التيار الوطني الحر يكون لا في صف 8 ولا في صف 14 آذار. انتهت مفاعيل التسوية على الأقل بالنسبة للقوات. ماشي الحال، أنا يعني ما كنا نأمله وما سعينا إليه، وأنا أحد الساعين إلى هذا الموضوع، ولست نادما على هذا الأمر. إنما سيتحمل المسؤولية من لا يلتزم بهذا الخط وبهذا النهج الوطني الذي يحرص على مصلحة لبنان. الآن كالتالي، هنالك تمسك وتشدد من قبل الوزير جبران باسيل ويدعمه حزب الله لتحقيق إما الثلث الضامن وإما لتحقيق مكاسب يتبادلها الطرفان. وهذا أنا بصراحة بدي أقوله، هذه على حساب مصلحة لبنان. مكاسب سياسية طبعا تقصد. مكاسب سياسية والمرتبطة بالوضع الخارجي، يعني الإيراني المحشور معه فترة معينة، قد ما فيك نضغطه لتحققوا مكاسب في لبنان، وهذه المكاسب هي خطوات في مسيرة الانقلاب على الدستور، أنا بدي سميها على الطائف، الدستور الطائف هو الدستور الذي ارتضاه اللبنانيون. الانقلاب على الدستور وإيجاد أعراف جديدة وعرقلة تشكيل الحكومة، يعني الأصول في تشكيل الحكومة في الماضي قبل اتفاق الطائف أو الدستور الجديد، كان رئيس الحكومة يقدم التشكيلة التي هي برئاسته وهو مسؤول عنها. يعني الآن الرئيس الحريري بده يشكل حكومة وما بتتشكل إلا ما يرضى عنها أفرقاء معينين، يعني هل هو مسؤول عن هذه الحكومة ومسؤول أمام النواب ومسؤول أمام الشعب أم أنها تفرض عليه فرضا؟ أعتقد هذا عرف جديد يريدون النيل من رئيس الحريري فيه، والرئيس الحريري صامد ومتمسك بصلاحياته بالرغم من براغماتيته وحرصه ومرونته حتى الآن في هذا الموضوع. اليوم هذا أمر خطير جدا، لا يمكن لنا أن نقبل به. وأنا بالرغم من أني معروف، يعني أنا كشخص في التسوية الرئاسية في الحرص على المصلحة الوطنية وعلى إراحة المسيحيين والمسلمين، أنا أعتقد أن هذا التشدد في هذا الباب يعني يسخن الجو الطائفي، وأنا شخصيا مزعوج منه. يعني إذا أنا اللي أقدمت على خطوة كبيرة وقت اللي فضلنا انتخاب الرئيس عون، ولا زلنا متمسكين بهذا الموضوع، ولكن على الآخرين أن يراعوا هذا الجو. ما قدمناه من تضحية ومن مرونة ومن حرص يجب أن يقابل في هذا الموضوع في تسهيل مهمة الرئيس الحريري. الرئيس الحريري حمل أكثر من طرح لتشكيل الحكومة. لماذا يتم ما حمل ولا طرح؟ ما هيك ولا هو الطرح اللي حمله أكثر من مرة ما يزال ولكن العقد ما تزال هي، يعني هنالك من يريد أن يفرض رأيه ويكرس عرفا جديدا بصراحة في إهانة لرئيس الحكومة، في تعدي على صلاحياته، في محاولة لانقلاب على الدستور. بكرة بده يحكي الوزير جبران باسيل، يعني ناطر الليلة شو بده يقول الرئيس الحريري ورح يحكي بكرة. الجو كما تتفضل لا يشي بتفاؤل كبير. اليوم شارل أيوب بافتتاحية الديار بيقول انتهى الموضوع، ما في تأليف حكومي، والبعض يفكر بطرح انتخابات نيابية جديدة.
يعني هذا الكلام يعبر عن المأزق القائم الآن، واللي هلا تفضل فيه زميلنا النائب ميشيل موسى انه الرئيس بري قبل الظهر اللي كلام اللي قاله كان كلام تفاؤل، ولكن بعد الظهر بعد زياره الرئيس الحريري الى بعبدا لا الان لم يكن جازما. طب يعني ليه ما عم يعملوا دور سعاة الخير؟ يعني ليه ما عم بيجربوا انه يوفقوا اكثر؟ يعني انا الان امام الجمهور اللبناني وانا اتوجه بكلام صريح. وليه القوات اللبنانيه مثلا اذا العقده عندها انه طالما الامر هالقد مصيري وبأثر على مستقبل لبنان ككل ما بتضحي؟ يعني ضحت كثير بوصول الرئيس. انا يعني خليني اكون يعني بهالموضوع، موضوع القوات اللبنانيه ماني انا يعني محامي عنهم، ولكن الحقيقه انه بالتسويه الرئاسيه كانت حصتنا اكبر، كان يعني كانوا 8 نواب، كان عندنا 4 وزارات ونائب رئيس حكومي. لا الان هن قدموا تنازلات بناء لطلب وحرص الرئيس الحريري انه مصلحه البلد، تخلوا عن بدل 5 صاروا 4، تخلوا عن وزاره سياديه، حتى نائب رئيس الحكومي عطاها تنازل عنه بالفتره المقوله، تنازلوا مقابل انه ياخذوا 4 وزارات. لا في تنازلات من قبل، ولكن انظري الى الواقع السياسي ككل. لا القوات اللبنانيه راضين، ولا الوزير جنبلاط راضي، ولا الرئيس بري راضي، ولا المرادة راضين، والرئيس الحريري ممتعد ولكن هو حريص على جمع الأطراف، صابر على عملية، واستطاع أن يقوم بإنجاز عبر إقناع القوات اللبنانية أنه خلينا نضحي. فالقوات ضحوا، الوزير جنبلاط قدم تقدم خطوات باليومين الماضيين بعملية أنه يقبل وزير مسيحي ووزير درزي غير النائب طلال الرسلان. لا الأفرقاء كلها منزعجة وفي تشبث وتشبث مثل ما نسميه بالعامية من قبل بصراحة التيار الوطني الحر، وهذا الموضوع أنا أقوله بمسؤولية. نعم. وأنصح وسبق لي أن وجهت رسائل للوزير جبران باسيل انه هذا التشدد لا يفيد حتى في للمصلحه الشخصيه في المرحله القادمه، فعليهم بالرئاسه المقبله. طبيعي يعني هو بتشوف في معركه رئاسه ام انتهى هذا الموضوع؟ لا هذا الامر يمكن جزء اساسي من المشكله اضافه الى المشكله الخارجيه، لانه ما فينا نفصل هذا الامر الان عن مثل ما قلنا الدور الايراني. نعم. الذي يريد أن يحقق بعض المكاسب في لبنان. نعم. ولفريقه، وشفنا يعني أنه بصراحة صار في ناس ملكيين أكثر من الملك تجاه إيران وتجاه حزب الله. بأي حال في وساطة يبدو كشفت عنها جريدة الجمهورية اليوم، وساطة عم تطلع فيها فرنسا مع تقوم بها مع الجانب الإيراني، لسيما بعد اجتماع إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي مع نظيره الإيراني بالأمم المتحدة، وبعد ما في أي معلومات إيجابية حول هذه الوساطة. يؤكد الكلام اللي قلته أنه الإيراني يريد أن يقبض ثمن في لبنان ما خسره في العراق أو في اليمن أو في سوريا. يعني ما هو الدور الإيراني في سوريا ثمن اليوم؟ تقصد أيضا مش بس ثمن كحصة بالحكومة، ثمن بالنظام السياسي ككل. هذا اللي نحكي فيه ككل، يعني يريد الهيمنة على النظام السياسي في لبنان، وهذا الذي يجري من محاولة لي ذراع رئيس الحكومة والضغط عليه وتحقيق مكاسب سياسية فوق الدستور. نعم. وتكريس أعراف تسيء الى المصلحه العامه، هذه ليست لمصلحه لبنان، هذه لمصلحه فرد او ولكنها حتى ليست لفرد لبنان، يعني خارج لبنان. التهديدات الاسرائيليه كيف ممكن يعني تتفاعل بالمرحله اللي جايه؟ بعد البريك بنحكي عن هذا الموضوع، لحظات ونعود. اليوم بظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة وأخيرا مثل ما قلنا أستاذ خالد عم يبعثوا رسائل واتساب للبنانيين بيقولوا لهم أنه انتبهوا حواليكم في صواريخ. نعم. لحزب الله. النائب سامي الجميل امبارح بلقاء
بالبيت المركزي بمقر الكتائب بيقول حان الوقت لمعالجة موضوع السيادة بحسب لوريان لجور، بيقول حان الوقت لمعالجة موضوع سيادة الدولة واحتكار حمل السلاح، والبلد عم بيعاني من اختلال التوازن السياسي يلي عم يخليه يفقد حياديته. المشكلة هنا تحديدا وكيف التصدي للتهديدات الإسرائيلية؟ يعني أمر بديهي أن كل شعب تحتل أرضه يقاوم المحتل ويدافع عن أرضه ويدافع عن أرضه وسيادته وعن أهله، وهذا قام به الفرنسيون زمن الاحتلال الهتلري لفرنسا، وكل الشعوب التي تم احتلال أرضها قاومت، ومنها لبنان. والمقاومة في لبنان لم تكن فئوية ولا طائفية، كانت وطنية لكل من كل الفئات اللبنانية، من أقصى الشمال إلى أقصى البقاع، إلى بيروت، إلى جبل لبنان، إلى الجنوب طبيعيا. عندما كان السلاح موجها إلى العدو ويدافع عن لبنان وكنا مشاركين في كلنا، كان في إجماع وطني على تحرير أرضنا ودعم هذا السلاح. وأنا أذكر أنه أنا كنت نائب بين 96 والألفين، كنا نذكر دعم الجنوب وصمود الجنوب ومقاومة المحتل قبل الاهتمام بعكار وقبل الاهتمام بالشمال وقبل الاهتمام بكل المناطق. طيب الآن ماذا يصنع هذا السلاح في لبنان بعد القرار 1701؟ في 15,000 جندي من الأمم المتحدة شمال الليطاني في الجنوب على الحدود مع فلسطين المحتلة، طيب، وعلى الحدود مع الجولان، من يقف على الحدود مع الجولان؟ الاتفاق الروسي الإسرائيلي الإيراني، إبعاد الإيران، كل المسلحين التابعين لإيران بما فيهم حزب الله عن الحدود مع فلسطين أكثر من 80 كيلومتر. إذن هذا السلاح ماذا يصنع الآن؟ هذا عبء على لبنان الآن. هذا السلاح يعني يدمر اقتصاد لبنان، يضرب الصيغة السياسية، يريد أن يقيم ديكتاتورية في لبنان، يعمل على أضعاف البنية الوطنية، ويستغله أفراد معينون أو قوى سياسية لتحقيق مكاسب. طيب ولكن بالتالي هذا السلاح الآن في لبنان يعرض اللبنانيين الآن لأخطار جمة، وخصوصا أنه الإسرائيلي لمن العدو الصهيوني لما بيطلعوا تصريحات، طيب بناء على ماذا هذه التصريحات؟ طبعا عم نسمع امين عام حزب الله سيد نصر الله عم يهدد بالصواريخ الذكيه وعم يهدد بالاسلحه الفتاكه، طيب ماذا يعني سيكون الرد من العدوان او العدو الصهيوني؟ تهديد لبنان ككل، تعتبر هالتهديدات جديه ام هي رسائل متبادله فوق المحيط؟ هلا هي لها وجهين، وجه معين من قبل حزب الله لدفع الجمهور الى انه يقوم بواجب مقدس. نعم. الامر الثاني رسائل للعدو الاسرائيلي، واسرائيل ايضا تتوجه بهذه التهديدات الى الداخل، ولكن احنا عندنا تجربه سابقه، حرب 82، اجتياح اسرائيل لجنوب لبنان والبقاع الغربي واحتلال بيروت، ودفع لبنان أثمان كبيرة، وعندنا الحرب 2006. إذا نحن الآن ماذا نريد؟ يعني كل الجبهات العربية مسكرة، بدنا نفتح جبهة لبنان؟ لا، حزب الله ما بده يفتح جبهة لبنان. مصلحة إيران اليوم بظل تدرج العقوبات الأمريكية، بظل مثل ما تفضلت وقلت يعني تخسيرة بالميادين الأخرى، مصلحة إيران بلبنان اليوم شو هي؟ سياسية، أمنية، شو المطلوب اليوم؟ إيران تريد أول شيء قضية أنها تريد قتال إسرائيل، هذه بصراحة كذبة كبيرة، وأثبت أنه هن ابتعدوا عن الحدود مع فلسطين أكثر من 80 كيلومتر. وفي لبنان القرار 1701 يعني يوجد قوى دولية وجيش لبناني، ولا هنالك تماس مع العدو الصهيوني. إذا هذا إيران تريد أن تحقق مكاسب سياسية في لبنان، وتستفيد من قوى لبنانية في هذا المجال، تقدم مصلحة إيران ومشروعها في المنطقة، وعلى حساب العداوة مع العرب على حساب اللبنانيين. هل بجزء من المشكلة النظام السوري؟ يعني هل عم تشوف أن هنالك من يحاول إعادة إذا بدي أقول تأثير هذا النظام من الشباك؟ رأينا هذا الموضوع في الفترة الماضية، أنه مصرين على فتح العلاقة وعلى تطبيع مع النظام السوري
بطريقة واضحة، يعني تقديم مصلحة النظام السوري على نعم. مصلحة لبنان بقصة معبر نصيب تقصد؟ معبر نصيب، طيب هذا المعبر هلا الأردن مثلا اتفق مع النظام السوري لمصلحة الأردن صحيح، حتى الجامعة العربية والأردن وتركيا كل الدول لا تزال غير راضية عن هذا النظام وتقاطعه، لماذا على لبنان أن ندفع ثمنا باهظا وهذا النظام بصراحة متهم باغتيالات كبيرة ويمكن من بين قصة ميشيل سماحة الوزير السابق اللي أتى بالمتفجرات وقت كان برفقة اللواء النائب الحالي جميل السيد وكان استهداف الأمن اللبناني وزرع العداوة الطائفية، يعني اللي خلط الأوراق في لبنان وتأجيج الصراع الطائفي واتهام أصوليين أو مجموعات إرهابية بهذا الموضوع، ورأينا في ذلك الوقت قبل انكشاف أمر ميشيل سماحة بحوالي شهر توزيع منشورات في كنائس بيات وبعكار أنه في أصوليين وبدهم يعملوا أعمال، يعني النظام السوري يدير هذه المنظومة ومن تفجير مسجدي التقوى والسلام بعده بيقدر اليوم بعد كل اللي صار بسوريا بعده بيقدر هذا النظام أن يعبث بالحياة السياسية اللبنانية. النظام السوري والإيراني ومن معهما من قوى ميليشيات مسلحة تعتمد الأساليب الأمنية وعندها تاريخ في من هم متهمون باغتيالات كبرى، اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وغيره من القيادات السياسية والدينية والأمنية، يعني هل ننسى أن من اكتشف ميشيل سماحة وعين علق وغيره 35 شبكة صهيونية عميلة للصهاينة اللواء الشهيد وسام الحسن والرائد وسام عيد والشهيد وسام عيد، لا في عندنا مشكلة في لبنان، واللي قاله النائب سامي جميل لا هذا كلام صحيح أن المشكلة هي في السيادة، من هنا محاولة البعض أن يفرضوا أعراف وأمور معينة على حساب السيادة وتقديم لبنان طبق جاهز للمصالح الخارجية سواء النظام السوري أو الإيراني. وبدي ألفت النظر لقضية الآن أنه كل الدول العالم الآن موضوع إيران في عقوبات على إيران، على مستوى لبنان هنالك انتعاض من سلاح حزب الله واللبنانيين أيضا منتعضين من هذا السلاح الذي لم يعد يستخدم في مواجهة لا. إسرائيل بس في نص اللبنانيين على الأقل من منتعضين بالعكس بيشوفوا مصدر أمن لإلهم وخلاص. أنا لا هذا الكلام يعني ليس صحيحا بتاتا بدليل لا. الأصوات في مدينة بعلبك من التجار والمواطنين رافضين لتفلت السلاح وللخطف و غير ذلك من الأمور التي تهدد المواطنين من البيئة التي تدعم نعم. حزب الله. بأي حال هيدا سجل يطول بعد معنا دقيقة. بس هل هنالك رضا عن هذا السلاح؟ عن الدور الإقليمي لهذا السلاح كلهم راضين عليه. بأي حال تنختم الحلقة، إذا بهاليومين بهالقرب جدا يعني ما تألفت الحكومة، هل رح تروح الأمور للعام المقبل هالقد؟ أنا شخصيا أمام إذا لم يتحمل الفريق الآخر وتحديدا تياراتنا الحر المسؤولية الوطنية وتقديم ليس تضحيات، أنا لا أطالبهم بتضحيات، أنا أطالبهم برد الجميل برسالة موازية للرسالة التي قدمها الأفرقاء الآخرين من تيار المستقبل من القوات من القوى الأخرى. لا نحن قد تطول قد لا يكون تشكيل الحكومة في المدى المنظور حتى إذا أصر هذا الفريق على هذا الأمر، لا لن يكون هنالك تشكيل حكومة في المدى المنظور بالرغم من كل جرعات التفاؤل التي يطلقها الرؤساء سواء الرئيس عون أو الرئيس الحريري أو الرئيس بري أو من يسعى لنوع من يعني التفاؤل في الواقع حتى لا تنهار الأمور. نعم. الكل يدرك خطورة الوضع الاقتصادي والكل يدرك خطورة الوضع السياسي
والاجتماعي والأمني، وطبعا هذا الأمن نعم. يرتبط به. إذا نحن أمام من لا يشعر بالمسؤولية الوطنية، يعني هذا الأمر لا، نحن المرحلة القادمة لن نقبل بهذا الوضع. وأحذر من قضية التطاول على مقام رئاسة الحكومة، على صلاحيات رئيس الحكومة، لأن ضرب التوازنات في لبنان أمر خطير جدا وأدى في الماضي إلى ما لم تحمد عقباه. فليتعظ المسؤولون والحريصون، لأن الوضع لا يحتمل هذا اللعب غير المسؤول، وأن يقدم البعض مصالح الخارج على حساب لبنان. وهذا آخر شيء يعني ممكن أن يقبل به اللبنانيون الحريصون على وطنهم. بهالمناشدة نكون وصلنا لختام الحلقة. أستاذ خالد ظهر، أهلا وسهلا فيك معنا بكلام بيروت. شكرا جزيلا لحضورك، أيضا شكرا للمشاهدين، إلى اللقاء.